متابعة المسلسلات الرمضانية، الأمسيات العائلية، الصوم والعبادة مر ما مر على السوريون في هذا الشهر الكريم. كاميرا الإخبارية السورية ومع انتهاء هذا الشهر سألت المواطنين كيف قضوا هذا الشهر الفضيل، ماذا أحبوا وما كرهوا. مرأ يعني رمضان كريم مثل ما بيقولوا، وما حسينا فيه عن جد يعني طلعات والسهرات ونرجعت السهرات مثل الأول، وهي كانت يعني هي أكثر شيء كانت حلوة ومنيحة كانت يعني. لا انعزمنا ولا عزمنا. الزحمة لسه ما وصلنا. المطاعم معجوة بالليل. حلو، الشعب مبسوط وعايش يعني، هذا شيء حلو مثلا. القطع الكهرباء اللي ضايقنا شوي برمضان. والله ما طلعنا من البيت، قاعدين شوب وهيك وصيام، الواحد وين بده يروح برمضان؟ تعب والله تعب، نشفان وغطشان. دوام الوظيفة. إنه توقيت. يعني لو هيك بس عن شغله 3 ساعات، انه صيام ووقت. مروا علي انا بشغلي، عزايم رمضان نهائي مبروك. في زيارات عائليه ايه، اما روح برمضان افطر برا لا، بس في البيت. كل واحد همه مكفي. عم نشوف كنا ازمه عائليه والهيبه. جبل جبل لا تاكلوا الهم. سامحوني وسامحوني وسامحوني لكل الممثلين. والله ما يعني عم حسه تكرار تكرار تكرار، يعني ما في شيء انه جديد مثل اول يعني. بس تجاريا كان حلو كثير، وغرابي بسود كان حلو. الواقع الدرامي السوري متميز، لكن انا كنت اعترض، كانوا يعيدوا خلال النهار، ففي مناظر يعني لا تليق بالصائم الواقع، خاصة نحن الرجال يعني. مسلسل هيبة، إنه شخصية جبل كتير حلوة، جريئة كان. لست جارية حلوة، حلو هذا المسلسل. عفريت عادل علام، إنه حلو بطلع عفريت وهيك، وباب الحارة. قناديل الأشياء كتير حلو. أمنيات كثيرة يحملها السوريون في جعبتهم هذا العام، فبين حب الوطن والتفكير بالمستقبل كلام كثير يقال. الله يهدي البال يا رب، وهيك يبعث لنا ايام حلوه، ويبعث لنا للشام ان شاء الله هيك الامن والسلام والاستقرار، وتكسر عيون العالم كله. ترجع الشام، شام الواحد يتطلع بالشام يحسها انه هيك عن جد عم تضحك. بدنا نرجع لبيوتنا، كل واحد يرجع لبيته، نرجع على الامان نفسه، يرجع ال شو اسمه الليره مثل ما كانت. اواعي حلوه وبوط حلو وكل شيء. اتمنى اليوم نام في بكره الاقي الازمه بسوريا خالصه، انه الواحد انه يتطور اكثر، يصير احسن، يطور بشغله بدراسته. الله يحقق لي ببالي ويحمي لي عيلتي مرتي واولادي. ان شاء الله هيك الله يكرمنا بي، بس الخير للبلد. بعد 7 أعوام من الحرب على بلادهم، يستعد السوريون اليوم لاستقبال العيد السابع بعد شهر رمضان الكريم، فبينما عايشوه وبين أمنية العيد. هذا ما قاله السوريون اليوم للإخبارية السورية. إرمين عمار.